عندنا لفة جلاش. على فكرة الجلاش أو البقلاوة من الحاجات اللي سهل جدا تعمليها في أي وقت، سواء حلو أو حادق، ما بتاخدش وقت في عمايلها وتطلع نتيجتها ولا أروع من كده. عندنا زي ما قلنا لفة جلاش، نص كوباية سمنة، ربع كوباية زيت، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. الحشوة بتاعتنا هتكون عبارة عن إيه؟ كوبايتين من الحليب، علبة قشطة، هنحتاج كمان نص كوباية من دقيق السميد، ونص كوباية من الفستق لو متوفر، مش متوفر نقدر نشيله خالص نحط مكانه أي نوع مكسرات بنحبها. السيرب بتاع الجلاش هيكون عبارة عن كوباية ونص سكر، كوباية ونص مية، عصير نص ليمونة، هيتسبع النار 7 دقايق لغاية ما القوام بتاعه يبقى متوسط القوام. دي كده المقادير، ويلا بينا علشان نشتغل. دي القشطة الكدابة، تمام؟ فالكريمة بالقشطة ما فيش مشكلة، خلينا نقول بالكريمة، تمام؟ يلا بينا. عندنا بقى ايه؟ اللبن كوبايتين، نجيب حلة كده صغيرة، هبتدي احط الحليب، وابتدي احط معاه السميد. هنا السميد هيشتغل مكان النشا، يعني ممكن لو انا ما عنديش سميد اقدر استخدم مكانه معلقتين كبار من النشا، هاخد نفس النتيجة. تعالوا بينا يلا نرفع الكلام ده على النار، بس دي بنسميها القشطة العربي الكدابة، يعني بديل القشطة اللي هي بتاعت الحلويات بتتعمل بالسميد، بتبقى طعمها حلو جدا. نقلب بقى على النار. يبقى احنا حطينا ايه؟ حطينا كوبايتين من الحليب، نص كوباية من دقيق السميد، وهنسيبهم على النار. اول ما هتلاقي اللبن ابتدى يسخن ويغلي هتلاقي بقى القوام بدأ يتقل ويبقى زي الفل. فاضل معانا من المقادير القشطة، ودي هضيفها بعد ما القوام يبقى تقيل. على بال ما يبتدي يسخن كده ويغلي، تعالوا نفتح لفة الجلاش عشان نشتغل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي لفة الجلاش زي الفل. الصينية بقى اللي هنشتغل فيها، هجيبها بسم الله الرحمن الرحيم واحطها بالشكل ده علشان اقطع الحروف واخد قد الصينية، المقاس بتاعها بالظبط. نقدر نستخدم صينية مستطيلة تبقى على قد الجلاش، ورقة الجلاش على طول، ونستخدمها من غير ما نقطع منها حاجة. تعالوا بينا يلا بسم الله. يبقى احنا كده بنقيس الجلاش على قد الصينية، ونبتدي نقطع الزيادات، والزيادات دي نقدر نعمل بيها أم علي لو احنا دهناها بالسمنة وبعدين حطيناها في صينية بتاعت فرن ودخلناها اتحمصت، نقدر نشتغل بيها ونعمل بيها أم علي، هتبقى روعة جدا. نبتدي بقى ايه، اقص اللي انا شلته ده. خلصنا خلاص، دول بقى كده زي ما قلنا نقدر ناخدهم طبقات كده ندهنها بالسمنة ونفردهم في صينية كبيرة وندخلها الفرن، هيتحمصوا ويطلعوا زي الفل. بعد كده نشتغل بيهم، نعمل بيهم أم علي. كده الجلاش بتاعنا جاهز والصينية بتاعتنا تمام جاهزة، هبتدي أدهنها. بس نبص كده على القشطة اللي على النار، دهنت الصينية بالسمنة دهنة كده كويسة عشان أبدأ أشتغل بقى ورص طبقات الجلاش. وتعالوا بينا بقى، عندنا سمنة، زيت، نص كوباية سمنة، ربع كوباية زيت، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. تعالوا نقلبهم مع بعض علشان نبدأ نورق بيهم الجلاش. بس نرجع تاني للقشطة اللي على النار أو الكريمة بتاعتنا اللي احنا بنعملها. حطينا كوبايتين حليب، حطينا عليهم نص كوباية من دقيق السميد. دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة بس بدون أي إضافات. بصوا القوام بقى عامل ازاي، بقى أكتر من روعة. هرفعه من على النار وأقلب معاه علبة القشطة، أو لو مفيش علبة قشطة جاهزة ممكن نستخدم قشطة بتاعت وش اللبن حوالي 3 معالق كبار،
الغرض هنا ان احنا ناخد طعم وناخد قوام كريمي. تعالوا ننزل يلا القشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب. ملاحظين ان انا ما حطيتش سكر وده المطلوب. القشطه عاده هي ما بيبقاش فيها سكر. تمام، هنكتفي بالسيرب اللي هتتسقي بيه او هيتسقي بيه الجلاش وبس. خلاص كده الحشوه جاهزه معانا، في ثواني اتعملت والجلاش اتساوى وبدانا نعمل بقى الخلطه اللي هنورق بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه على الزيت على البيكنج باودر، تقليبه كويسه علشان نبدا ان احنا نورق بقى الجلاش وندهن بين الطبقات. يلا بينا نجيب بقى صينيتنا، دهنين الارضيه بتاعتها والجوانب كويس قوي عشان تنزل معانا بعد كده بسهوله. وابتدي اخد الجلاش واسكنه كويس، ودهنه بسيطه ما تكتريش، يعني يا دوبك كده حاجه بسيطه تخليها بس ايه تورق وما تلزقش في بعضها. ممكن ورقه اتنين بس مش اكتر من اتنين. هفضل اشتغل بالشكل ده لغايه ما اوصل لنص كميه الجلاش علشان ابدا احط الحشوه وبعدين نرجع نكمل تاني. اظن الموضوع ايه ولا اسهل من كده. ان شاء الله قريب هعمل لكم وصفه. احيانا بنطلع الجلاش من الفريزر تتفاجئي بيه كده الورقه متفتفته 500 حته مش عارفه لها مالكه مش عارفه تمسكيها، طب اعمل بيها ايه؟ فان شاء الله هبقول لكم كده على طريقه قريب جدا هعملها لكم. من الحاجات اللطيفة اللي أنا لما بتزنق مثلا وألاقي الجلاش معايا طالع من الفريزر مش مظبوط خالص أروح عاملاها وبتطلع روعة جدا وما شاء الله يعني بتعجب الولاد قوي كده. تمام تمام تواخدين بالكو، دهنة يا دوبك دهنة خفيفة لغاية ما نخلص نص كمية الجلاش اللي عندنا. زي ما قلت لكم تقدري تحطي ورقه ورقتين بس مش اكتر من كده وتورقي ما بينهم بخليط السمنه مع الزيت مع البيكنج باودر. الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 180 والمفروض انا بقى السيرب عندي جاهز، بس في البيت بقى اول حاجه بعملها هو الشربات بتاع الجلاش ده اول حاجه بتتعمل علشان يتعمل ويبرد على بال ما الجلاش يدخل الفرن، يتعمل ويدخل الفرن يكون ايه الشربات برد ويبقى جاهز معانا. تمام، يبقى اول حاجه بنعملها خالص في البيت ان احنا نجهز الشربات. بندهن حتى الحروف اللي طالعه لفوق دي، دي ميزه على فكره علشان تحجز معانا الحشوه ما تلزقش في جوانب الصينيه، برده لازم ندهنها عشان تبقى ايه برده مش ملزقه في بعضها كده. حلو جدا، دي اخر واحده هحطها وبعدين نحط القشطة. هنا مش محتاجين ندهن، احط القشطة بقى على طول او الكريمة. يلا حاضر يلا بينا. هنفرد بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عملنا طبقة محترمة من الحشوة بتاعتنا، حشوة الكريمة. تعالوا بينا بقى ايه نحط مكسرات او ما نحطش على حسب الرغبة او على حسب المتاح في البيت.
يعني لو ما عنديش مش هوقف الوصفة عليها، عندي احط، عندي سوداني احط، عندي بندق احط. احنا حاطين اهو شوية فستق كده مجروشين، يلا نخلي شوية للوش. تمام كده جاهزة معانا زي الفل كده، تمام جدا. يلا بينا بقى اللي احنا عملناه تحت هنعمله فوق، اللي هو هنبتدي نحط طبقات الجلاش ونبتدي نورقها برضو بالخليط اللي احنا عاملينه علشان ندخل بقى الفرن. بس قبل ما ندخل الفرن هنعمل ايه؟ لازم الجلاش يتقطع وهو ني قبل ما يدخل الفرن علشان بيبقى سهل تقطيعه، لسه ما قرمش بقى ونشف. يلا ندهن دي الاول. بسم الله. حاجة بسيطة جدا علشان ما يبقاش في الاخر دسم زيادة عن اللزوم. طبعا عرفنا بقى فايدة البيكنج باودر في خليط التوريق، بيخليه يطلع الجلاش معاكي ايا كان بقى حلو ولا حادق، بيطلعه هش وجميل جدا. عارفين لو الجلاش مش ما فيهوش حشوه من جوه نقدر ان احنا نرص طبقات الجلاش كلها لو هعمله ساده، وبيبقى لذيذ جدا الجلاش الساده ده المسكر بيبقى لطيف قوي. ترصي كل الطبقات فوق بعضها وتقطعي وبعدين تحطي السمنه او الزبده تكون دافيه كده وتوزعيها على الوش، هي بتخش وبتتخلل اوراق الجلاش وبتبقى حلوه قوي. بس احنا عشان في حشوه بتمنع ان السمنه تتسرب للي تحت فلازم نورق واحده واحده. تمام. طيب يعني هنطلع من غير ما نقطع الجلاش ونرجع تاني نكمل. طيب عموما انا خلاص كده خلصت الصينيه، هناخد فاصل بس صغير على طول ونرجع بقى نقطع الصينيه بتاعتنا علشان ندخلها الفرن اللي احنا مشغلينه على درجه حراره 180. ما عملتش اي حاجه خالص، خلاص ظبطنا الصينيه بتاعتنا، كانت اخر ورقه دخلت الحروف بالشكل اللي انتم شايفينه ده عشان ما تبقاش واقفه لفوق، ودهنت اخر طبقه بالسمنه. وتعالوا بينا بنفس الخليط اللي احنا شغالين بيه، تعالوا بينا بقى نقطع الجلاش بتاعنا اللي بالكريمه. ميزه الكريمه اللي احنا عاملينها النهارده مش هتلاقيها بقى بتطلع من الجلاش، فهتلاقيها شكلها حلو جدا جدا حتى بعد التسوية، ما بتفرش يعني وبتطلع ما بين الفواصل، هتلاقيها متماسكة وزي الفل. هايل. فرننا شغال على درجة حرارة 180، هندخل صينية الجلاش بالكريمة على الرف الوسطاني لغاية ما تاخد اللون الذهبي الجميل من فوق ومن تحت، وتطلع على طول وهي سخنة تتسقي بالشربات البارد. تمام. زي ما قلنا أول حاجة بنعملها، أول خطوة بتكون الشربات علشان يبرد معانا على بال ما نخلص بقى الصينية بتاعتنا وتستوي في الفرن، يكون هو خلاص برد وجاهز معانا بالشكل ده. هوريكم بس القوام بتاعه وبعدين احنا قلنا مقاديره أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اللي هو متوسط القوام، لا خفيف ولا تقيل زيادة عن اللزوم، جاهز معانا وبارد. الصينيه هتطلع من الفرن سخنه هتتسقي على طول. طبعا الكميه دي ترجع للذوق العام في البيت، في ناس بتحب الحاجه تبقى غرقانه قوي شربات وتبقى مسكره زياده، في ناس بتحب اقل، فده ايه الكميه دي على حسب بقى ايه راحتك. شكل الجلاش بعد ما بيطلع الجلاش بالكريمه، زي ما قلت لكم الكريمه اللي احنا عاملينها النهارده هتلاقيها ما بتفرش معاكي، بمعنى ايه ما بتطلعش من الجوانب وتبقى باينه والكلام ده كله، حافظه شكلها ومكانها اللي هي قاعده فيه ما بتطلعش منه، فهتلاقي الفواصل زي الفل زي ما هي كده.
وعشان ايه؟ بالظبط كده، نحط بقى الفستق في الفواصل دي. الحاجات الكدابه كترت قوي في حياتنا والله. ربنا يسترها. ايه رايكم يا ولا افخم حلواني بصراحه؟ احنا كده زي الفل. نبص عليها. اوكي، شايفين الجمال؟ تحفه جدا. انا هروح ابص كده على اللي احنا لسه حاطينها. لا لسه بدري يا جماعه، لسه ابيض خالص، تاخد وقتها علشان تستوي كويس جوه او فوق وتحت وتبقى الدنيا تمام. لسه بصوا زي ما انتم شايفين بيضه خالص خالص. اقفل. تمام.